ماما ماما لك لك صلعتني زين لك شو بدك؟ ماما صرتنا ما ناديلك. ايش شو بدك؟ ماما لك مولا تصور عيد ميلادي مقلب. ايه؟ وانا رح اسوي لي لحم مقلب ماشي؟ انت بدك تساوي بيزن مقلب؟ ايه رح اسوي لي فيه مقلب. شو المقلب؟ نادي بابا وشي بعدين بس لك احكي لي احكي لي. لا اول شي نادي بابا لك احكي لي. لا اذا ما طيب ماشي ضياء يا بابا بابا ناديله اشوف صلعتني اسرعوا شوي بابا ما رد بابا بتحكي لك شغله ماشي بابا بدي يلا مو بعيد ميلادي مقلب وانا حسوي ايه طب شو المقلب فهمنا شو هو المقلب ليت كله ماشي ماشي يلا شو هو المقلب لك والله فهمت شو المقلب تبعك مقلب لحم الجهل يزن يوم كامل ها؟ جبت الفكرة هاي لك والله ما انك هين يزن رح يزعل ايش رح نعمل؟ اليوم رح نعمل مش شايفينه مشي بس يزن اكيد رح يزعل هيك لا تخاف لا تخاف ما رح يزعل ايه شو بدنا نعمل هلا شو عرفك ما رح يزعل؟ فهمني ماشي نعم فرجيني الافكار هاي براسك فرجيني منين جاي يعني انا الأفكار. كمان بدي اساعدك بهالجريمه منين بتجيب الافكار هاي هلا شو بدنا نبلش معناته ماما ليكي لا تنسي ماشي وانت ساعدينا لا تقولي يعني انا بدي اشارككم ماشي يلا شو بدنا نعمل اول شيء ماما يلا قومي تعال نشوف الله يستر الله يستر قلبي مو مطمن يا يلا رؤوف كمان يلا روح المدرسة يزن ضياء ليه ما عم تنادم يزن وين يزن ليش يزن وراك يزن مو مبين لك زين زين شايف يزن انت شي وينه يي بابا مو موجود مو موجود انا ماني شايف يزن لك شلو شايفين يزن يلا تعال لبسك يلا يا زين يلا بس انت روف وانا وعيك بابا ها؟ بابا ماشي يلا طلع ليه ما عم ترد علي يزن ضياء وين يزن اي مو سامع صوته هون انا كمان رح ما في حدا يا ربي لك رؤوف تمزحي يعني انا وقت مزحك نادي يزن رؤوف نادي يزن بابا انا بعد ما بعرف يزن لك يزن هون شلون ما تعرف عم تضحكي علينا انت عم تبلى على وقت مزحك مو هون يزن يلا هات وعيك لشوف ماما ليش ما انا عم اشوفه يي والله ايش بعرفني ازاي يزن خدعني مره بابا علي كبيره وديني ماشي ايه ايه على الالعاب مكان الالعاب لك يي شو ماشي لك ليه ما عم تشوفهم يزن روح البس وروف راح يلبس كمان يلا روح البس بابا انا كمان اروح اسمعي هلا ما بدنا نطول بالحديقه اليوم لانه احتمال يكون في شتاء بابا انا كمان اروح وشو بدنا ناخذ معنا كمان ناخذ معنا اغراض بابا يرد علي يزن بابا لسه تقول لي يزن وين يزن بابا انا كمان اروح يلا البس البس بسرعه روحي جهزي حالك مشان نروح يي طلعي لي جاكيتك كمان مشان يمكن تصير تشتي لانه انا كمان اروح بسرعه يلا بابا انا حديقه بدنا نروح بابا رح نروح على الحديقه الكبيره بعدين شو بس نخلص نروح اخذك على الالعاب الكبيره هاي اكبر شيء ليه ما عم تردهم على يزن ايه يزن 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 مو مبين طيب يا ربي منكم يلا يا زول ماما تعال ماما ما رح اجي يا عمري انت اكيد عم بيمزحهم يلا خلص تعال ماما يعني شو هاد المزح يلا بس شايف الشام يلا هلا انت تعال هلا شوف تحكي هلا شوف اخرتها يلا بسيطه زين بابا استنوني يا ربي بابا اشتري لنا أكل قبل ما نروح على الحديقة ايه والله زين والدنيا شوب تعال اخذ لك عصير وبوزة وشغلات طيبة ماشي بابا بابا زين طيب شيلوا معي البسكيت ماما شفت ما عاد بترجي يا عمري ما بعرف ليه هيك عم يصير شلون بتفوت هاي البسكيت بتحد يساعدنا ماما تركني زين بالشمس ايه شو دخلني عن جد تركناه برا والشمس حامية كثير برا يعني بهالشوب ايه انا شو لي علاقة هو حكى بده يعمل فيه مقلب طيب هلا شو رح نعمل رح ننقي البسكوتات ماشي وشيلي له حصته على جنب اساسا يزن عم يجي عم وينو؟ يجي كان اي والله اي والله عن جد تعال حالك عم اعمل حالك عم تختار انا وحده بدك هاي هاي الحمراء ايه
ماشي تكرم عينك، خذ هاي كمان معك. رؤوف خذ هاي بسكوت جوز الهند اللي تحبها. بابا ما ليش تشتري لي هاي؟ شو بدنا ناخذ كمان لرؤوف؟ رؤوف شو بدك كمان؟ بابا لسه كم سام بالعطلة اليوم. يلا يلا زين، يلا حبيبي يلا تعال. بابا اوف يا شود المزح، شو عم يصير معهم اليوم؟ بابا اشتري من هذا اللبن والله كثير حلو. بابا بعرفك تحب اللبن اللي على الفريز. تفضل. لسه رؤوف هلا، تعال نشوف رؤوف شو بدك. انت كمان بابا يلا، شو ضل لسه اشتري لكم كمان بابا. ايه عسي ماما ليكي قلت لك ما بتشجي ليك، شلون عم تسوي مع اليوم يا عمري؟ يلا خلينا نشتري شيبس كمان، بدك من هاد زين؟ ايه انا كثير احبه طبعا. يا رؤوف وين رؤوف؟ تعال رؤوف اختار واحد. بابا اشتري لي من هاي. شو ده شو ده؟ زين زين تعال تعال تعال، لقيت لك الشيبس اللي انت تحبه اكثر شيء. ايه يا يزن عم يحكي معك؟ وين يزن؟ لسه تقول لي يزن يزن ما هو يزن مبين. بابا اشتري لي من هاي الشيبس. شو بدنا نجيب لسه؟ شو بدنا نجيب؟ عصير. ايه عصير. زين انا بدك برتقال ولا مانجا؟ بابا هذا العصير كثير احبه. ماشي رؤوف اختار واحدة، انت كمان موز بعرفك تحب الموز. يلا تعالوا كمان نجيب شغلات. بابا شو لسه فينا نجيب كمان؟ ماما انت عم تشوفين الشيء؟ لك شلون ما عم اشوفك؟ ما بعرف هم ليه هيك، ما عم يقدروا يشوفوك. خلص ما عاد بدي شيء، والله قلبي عم يجاني. ليكي جبت لاس اللي يزن، لا تحكي انه سوينا مقلب. ايه ايه فهمنا، والله رح يبكي اخر شيء. بابا تعال ساعدني ما نقدر انا انزلها. نحن بدنا نروح من هالطريق ولا من هالطريق؟ خلص من هالطريق. اوف على المزح هاد، اوف شو هاي النهار يا ربي. يعني والله انه زودتوها مع يزن. عن جد عن جد يا يزن. بابا هلا شو نسوي؟ خلينا نخلص الاكلات بعدين نروح نلعب. واخذكم على الالعاب. شو كمان؟ الطابة ما جبنا الطابة، اي والله نسيناها اليوم. ماما يا ريت ما ردت عليك وما جيت معهم. اي شو دخلني؟ ليك عصيرتي ما بزيد. زين رؤوف بابا. رؤوف رح تعطيني نصها لانه طيبة تبع جد. رؤوف ليك انا اخترتها. بابا هاي وهاي الاثنين طيبات نفس الشيء. تعالي انت تعالي كلي طيب. جبت لك بسكوت عصير. لسه تقول لي يزن يزن، وين يزن؟ شايف يزن شيء؟ مش شايف. زين انت شايف يزن شيء؟ ها شفتي مو مبين، وانت لسه تقولي لي يزن 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 يزن. يا الله والله شلون ما عم تشوفوا؟ زين زين بابا. يلا خلصوا من الاكلات مشان نروح نلعب طابه. ماشي راح نساوي اكبر ماتش انا وياك رؤوف. انا هون انا هون. بابا امسك رؤوف. يلا زدت اللي ارجع ارجع زدت اللي ارجع. ايوه زين دورك. يلا زدت لرؤوف زدت لرؤوف لرؤوف. ايوه ارجع رؤوف زدت لعندي زدت لعندي. ايوه زين وين زين وين زين زدت لزين زين 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 زدت لعندي. ايوه والله صاير قوي زين، رجلك قويه رؤوف زدت لزين. يلا كمان 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 زين. يلا دور هلا هاي اللعبه زين رؤوف اطلعهم. يلا لعبنا كمان بسرعه هلا تقع. امسك امسك رؤوف رؤوف ما عم تصل ايده لفوق. امسك واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. زين زين رح تقع، امسك حالك منيح. يلا زين اسرع اسرع. يلا يلا نروح على اللعبة الثانية. تعال يلا قوم يلا هلا لعبة الحبل. زين بسرعة رؤوف اعطيني ايدك. يلا بابا حبيبي يلا شوي شوي. زين لا توقع ها. امسك حالك منيح. خلص يا زون ماما قوم العب. ماما قلبي والله كثير عم يجعني، والله اخر شي رح اروح. لا 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 خلاص اكيد عم يمزحهم. اوف يا رايح. خلص يا زون. اوف يا والله رايح ما عاد. يا الله ضياء يا زون راح. عن جد راح؟ والله راح. تعال زين تعال تعال نروح ندور عليه بسرعه. يا ربي كل يا والله يا ريت ما ردت عليكم. تعال رؤوف جيب رؤوف بسرعه. عم تمزحي؟ لا ما عم امزح. تعال ندور عليه بابا ما عم نمزح عن جد. قولي والله والله كمان اعطيه حضوضه. يا فكرت ما يلا خلص بس بس. يلا بسيطه تعال حضوضه كبيره 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 كبيره. ماما ليش ما حكيتي لانه هاد مقلب؟ ايه هم قالوا لي لا تحكي. والله على الفاضي بكيت. عم تسوي مقلب فيني مو يا زين؟ يا زين مو بس انت انا كمان فكرت. ليك ليك امانه ما اقوى. اصلا انت لو ما صرت تبكي وما هيك سويت كنت راح اخليك للمسا، بس قلبي ما تحمل صار يجاني عليك. ليكم ساعدوني اكتبوا لي افكار بالتعليقات مشان اسوي لهم مقلب.
ليك والله ما اقواك، ما انك هين يا يزين، بس خلص ليك ها هلا رح اطعميك المشاوي اللي انت بتحبها. ماشي. بس شو سلحه انا ما دخلني ها، يعني تعمل مقلب فيهم ها، انا ما دخلني. ماشي. لا انت ما لك علاقه ابدا. ايه ماشي. شو اللي انت بابا يا زين؟ اكتب له بالتعليقات ليزن افكار مشان يرد هلا الضياء، حتى يعرف ياخذ حقه. ايه لازم لازم، لانه تستاهلوها. وهيك كان فيديو اليوم، ان شاء الله عن جد تكونوا حبيتوه وتسليتوا معنا. اذا حبيتوا ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، ويلا تضلوا بألف خير. باي.